مش احنا اللي ناخد على قفانا زي غيرنا. جاك وكس عليك وعلى مصيبتك وعلى اللي جابوك. بيقول لك الراجل اللي سرق قناته، الراجل اللي بيقول لك ايه اسهل قناة تتسرق. على فكرة انا الدعم الفني عندي والمشرفين على القناة بتاعتي كذا مرة يقولوا لي لو عايز نهكر لك قناة الراجل ده نهكرها في منت في منت. وانا قلت لهم انا ماليش في الاذى والكلام الفارغ. قالوا لي انت راجل اهبل عامل اليوزر نيم باسمه. وحتى احنا لما اشتكيناه في النيابه وقال لك القناه ما عرفش عنها حاجه، احنا جبنا ما يفيد للنائب العام انها القناه ملكه واليوزر نيم واسم القناه، ده اللي خلانا عرفنا انها من السهل ان حد ياخدها. وانا قلت ربنا يجيبها له من بعيد عننا، لان احنا مالناش في الاذى ولا لنا في التهكير ولا لنا في الشمال. ولكن بس ضحكني جدا بيقول لك ايه سرقه قناه مرتضى منصور على اليوتيوب، والراجل اللي سرقها من كندا مالوش في الرياضه خالص على فكره، تيبدو ان هو غاوي انه يخش على القنوات وياخدها. احنا يعني دخلنا كشفنا بخبراتنا بحكم ان احنا بنفهم اكتر منه، لان هو طبعا ما بيفهمش في الالكترونيات، هو عايز كاميرا قدامه ويروح واقف قدامها يبخ سمه بوك 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 بوك، لكن لا يفهم في رفع ولا حاجه ولا فنيات ولا دعم فني ولا الكلام الفارغ ده كله ولا الحاجات دي كلها. احنا بخبرتنا عايز اقول له على فكره ممكن تتفاوض يا مرتضى يا منصور مع الراجل اللي هكر لك القناه، لان اللي هو ما مسحش الفيديوهات، هو اخفى فيديوهاتك، هو اخفى الفيديوهات بتاعت مرتضى منصور لكن ما مسحهاش، يعني وارد بكره او بعده تلاقوا ممكن القناه عليها فيديوهات مرتضى. الراجل اسمه علم عليها او علم على قفاه كالعاده زي ما اي حد بيعلم. وبعد كده دودي الاهلاوي بتقول لي مسحهم، لا احنا كشفنا يا دودي 90% من الفيديوهات ما مش ممسوحه، 90% مخفيه، اسمعي مني الممسوح قليل جدا جدا جدا. المهم خلينا بس ايه، هو اهم حاجه زي ما بيقول خالد طحاوي يمسك الحديده، لكن يا عيني اللي بيخش عليه هاكرز وياخد منه قناه ده اللي بيتخذ منه لمؤاخذه اللباس بتاعه. يعني احنا كده في لغه اليوتيوب اوعى اوعى تاخد والله العظيم عيب في رمضان يا جماعه، ما تستفزوناش يا جماعه. بيقول لك اللي بيتخد منه قناته على اليوتيوب كانك خدت لباسه، فانا ما اعرفش بقى دي تيجي ازاي، لكن انا بقول دي لغه شائعه على اليوتيوب، يعني ممكن قناتي تتسرق الله اعلم، بس انا يعني بقول لكم اللي بتتخد منه قناه وتتهكر له قناه ويتعلم على قفاه زي اللي بياخدوا لباسه، بس مش من على الحبل لا، ده بيمسكوه يقلعوه وياخدوا منه اللباس. فده طبعا بيعلم عليها، بيعلم عليه رسمي. اتكسرت عينه زي ما بيقول الحاج محمد، ورضا السلموني بيضحك، وعلي السمان، وتحيات العم كرم محمود ارجى الترسناوي في التاريخ يا عم كرم. وبعد كده خلي بالك لا اقصد باللباس سوء النية، اقصد باللباس كل ما يلبس، يعني عشان بس الناس هي تبقى فاهمه، يعني ممكن اللباس يكون بنطلون، ممكن اللباس يكون شورت، ممكن مش عارف ايه، ممكن يكون ايه، ولكن في النهاية خد منك حاجة عزيزة عليك، يعني مش أعز ما تملك، لا يعني حاجة من ضمن أعز ما تملك، دخل ادالك رقعلك على قفاك وراح ماشي. الراجل على فكرة لا ليه في الرياضة ولا ليه في أي حاجة، لا أنا ما أقصدش البوكسر، أنا أقصد اتخذ لباسه، ولباسه في القاموس المعجم اللغوي هو كل ما يلبس، التيشيرت اسمه لباس، كل ما يستر المرء هو لباس، حدش يروح لفكره للباس التاني. ايوه اللباس التاني ده بتاع القالولو مالناش دعوه بيه خالص، عشان مش عايزين نوايا السيئه. انا بتكلم اللي بتتخد منه قناته بيتخد منه لباسه، يعني بيتعرى بيتقلع من هدومه كده وكانه عرى نفسه، ده اسمه قفا الهاكرز. يعني فاكر انت زمان لما اتهكر موقع اتحاد الكوره كانت كارثه، والعيال الجزائريين وقت مصر مباراه مصر والجزائر لما هكروا الموقع لنص ساعه ومش عارف ايه، كانت فضيحه وقمنا وكهربنا الدنيا. احنا بقى صعبان علينا، كيف رئيس نادي الزمالك يتعلم عليه؟ ازاي يتعلم عليه ويتخذ منه لباسه وقناته؟ وارجع اقول تاني اللباس هو كل ما يلبس، تيشيرت
بنطلون، شورت، فالينا، بدله، قميص. على كان بس محد يفهمني غلط، لا يعني لا الراجل مني كل تقدير واحترام، ولكن اللي انا عايز اقوله اتعلم عليها. بس يمكن هنا احنا مش معترفين بيه رئيس نادي الزمالك، يعني راجل هافيه واشتري دماغك، لكن بره اسمه في النهايه رئيس نادي الزمالك اتسلب منه قناته. كلمه اتسلب متعبه، متعبه قوي قوي قوي. وعشان كده بالمناسبه دي انا لقيت ان النهارده لازم البس ابيض، عشان تعرفوا ان انا كم انا راجل لطيف وراجل حبوب وبيقف جنب اصحابه. انا يعني بما اني رامز جلال حبيبي وصديقي، انا زي رامز يعني ما بحبش الحمد لله اشمت في حد ولا ابقى فرحان في حد، خصوصا لو الحد ده كان هفيه. هفيه هتعمل له ايه؟ ما بيفهمش في الالكترونيات يا عيني، يعني ده اتمسكه حديده ويبخ سمه فيها ترك 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 ترك، لكن لدرجه انه ما عرفش يحمي قناته عيب. طبعا عايز اقول حاجه بالمناسبه، اي حد رافع قضيه على مرتضى منصور سب وقذف نتيجه ان مرتضى شتم والفيديو كان معاه غير محمل، انا عندي كل الفيديوهات بتاعت قناه مرتضى منصور، وممكن مرتضى منصور يبعت لي اي طردور من عنده اديله الفيديوهات على فلاشه يعمل بيهم قناه جديده. طبعا القناه كان عليها 300,000، طبعا عاملها في سنين. فأي حد يا جماعة رافع قضية يا ريت، محتاج أي فيديو يتصل بيا، يتواصل معايا على صفحتي الخاصة، وإن شاء الله بإذن الله ستجد ما يسرك. أي فيديو تايه عنك كلمني، ما تقلقش من حاجة، ما يعني كلمني ستجد ما يسرك، يعني أي حاجة أنت عايزها ستجدنا مساعدين لك، ولكن في النهاية اتعلم عليها. ولذلك عايز اقول لك على حاجه، انا كلمت عندي الدعم الفني وعبقرين، وانا عندي عبقرين، وده عبقرين ملوش حل، يعني اسمه سر جدا لا يخرج في العلن. فبقول له عبقرين انت دخلت على قناه مرتضى منصور بيقول لك خطفوها، فلقيت عبقرين بيقول لي يا كابتن خلي بالك ان هي فيها اجزاء مخفي واجزاء محذوفه، فممكن يتفاوضوا معاه لو هم شطار ويقدروا يرجعوا ما تبقى. قلت له ليه؟ ما هم لو عايزين ما تبقى احنا عندنا نقولهم بسهوله عبقرين، وايه المشكله؟ قلت له بس في لغه الهاكرز والكلام ده، قال لي لا هو اتعلم عليها، وانا قلت لك قبل كده احنا ممكن نعلم عليه بسهوله، قلت لي مالناش في الاذى. اقسم بالله العلي العظيم من شهور لقيت الناس عندي في الدعم الفني بيقولوا لي حابب نخفي لك هذه القناه من الوجود، قلت لهم لا احب اذي حد ولا حد ياذيني، لا احب اذي حد ولا حد ياذيني، وماليش في الكلام الفارغ ده خالص، ولا هاكرز ولا 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 الكلام ده كله. وعلى فكره ناس كتيره جدا بتيجي ساعات تشتمنا ممكن نتدخل لاغلاق قناتهم، بنقول الله يسامحهم والله يسهلهم، بس انا حزين انك انت بعد اللسان الطويل ده وعامل فيها اسد وعامل فيها عنتر وعامل حتى قناتك تتسرق، ده ايه العفن اللي احنا فيه ده؟ ده ايه القرف ده؟ ده ايه القرف ده؟ يا اخي انت ايه؟ بس على فكره هو اقسم بالله لبعض اصدقائه انه هيعمل بيان وهيجيب الراجل من كندا بلبوس، يعني هيجيب الراجل من كندا بلبوس. ايه علاقه انه يجيبه بلبوس وان لما يسرق منك القناه سرق لباسك؟ يعني الله اعلم، يسال فيها هو. وارجع واقول لا اقصد باللباس شيء مهين، وانما في اللغه العربيه كلمه لباس هو كل ما يلبس، القميص لباس، الجلابية لباس، البنطلون لباس، القميص لباس، البدلة لباس، وربنا يستر على لباساتنا كلنا، كلنا ربنا يسترنا كده ونفضل لابسين الملابس بتاعتنا ونبقى العملية تمام والدنيا تمام. بس أنا عايز أقوله على فكرة، أنت اللي طلعت ملبوس، يعني لما يتخد منك قناتك يا راجل، يعني أقول إيه بس؟ يعني لما يتخد منك قناتك إيه اللي يعني أنا خايف أقوم الصبح ألاقي متخد منك حاجات تانية، يعني أنا كده صعب، يعني من النوب عندك ولا اللي معاك بيسرقوا فلوس القناة بس، مش عارف نسيوا. تخيل عمرك كفت واحد يخلي القناة اسمها مرتضى منصور والباسورد اليوزر نيم مرتضى، اليوزر نيم مرتضى منصور والباسورد مرتضى منصور، يعني عمرك كفت في التاريخ
ألف ب، يعني لو محمد ابني ولا واحد في الحضانة مش هيعمل يوزر نيم باسمه والباسورد هو نفس الاسم. ده انت الواي فاي في البيت بتعمله معقد عشان عيالك، فبالك من قناة مفتوحة للعامة والواحد شتام ولعان. يعني اكيد يا متخلف ان في حد هيدور يهكرها لك. يعني انتوا فاكرين، بيفكرني حد من اصدقائنا، فاكرين سيدتي الجميله قال لك القميص بست زراير والسديري باربع زراير وسرقوا الفلنة يا حسن، سرقوا الفلنة يا حسن. اه والله العظيم، يعني انها عداله السماء. خلي بالك ما لا يعنينا، يعني مش انتصار ان القناه تتسرق، بس اهو يعني الناس تتريق عليها، الناس تضحك عليها، يتهزق شويه طبعا من اللي سرقوا مش مننا. طاهر ابو زيد المعلم الاعلامي الكبير نجم راديو مصر، منورنا يا طاهر بيه ابو زيد، منورنا جدا جدا جدا. فالنهارده شوف، تخيل انت القناه بيوزر نيم وباسورد ولابس فوقيهم سديري والجاكت ومش عارف ايه، والواد الكندي راح لاقط الفلنة. عيب بقى، عيب بقى يا جماعة، واحنا يعني في رمضان ربنا يسامحنا. عموما يعني اعتقد ان ربنا هيسامحنا، لان لما تعري ظالم انت بتاخد حسنات يعني. ف يعني ادعوا لأخيكم فإنه الآن عريان، سرقوا منه قناته ومش عارف يطلع فين، ممنوع من طلوعه في قناة الزمالك صوتا وصورة. طبعا ممكن يترجى تامر مرسي المحترم على كان يعمل مداخلة بكرة على كان يثبت ان انا كلامي غلط، ف او يروح للاستاذ احمد موسى حبيبه يطلعه في مداخلة، او يكلم وائل الابراش اللي ما بيردش على تليفوناته خالص، او اي حد يعني يعمل اي مداخلة. بس انا عايز اقول له بقى، عايزين بيان محترم كده، واطلع كده يعني قول لنا اتسرقت ازاي. اللي يسرق قناته يتسرق منه حاجات كتيرة يا مر، وشكلك وحش في العالم. يعني انت النهاردة الامم المتحدة احتمال تعمل جلسة طارئة عشان قناتك اتسرقت، لان كده ممكن تقوم الحرب العالمية التانية. امال فين يعني، معقولة لسه هتبني قناة وتلم عليها فانز وتلم عليها ناس وتلم عليها مشاهدات، لسه هتشقى من الاول يا مر، خصوصا انك انت كمان في النازل ومشاهداتك بقيت سيئه، لسه راح تشقى من الاول. عموما يا جماعه، خلينا نقول ان الله على عبيده ستار، ومرتضى منصور سرقت قناته يا ولاد الحلال. ان الله على عبيده ستار، ومرتضى منصور سرقت قناته على اليوتيوب يا ولاد الحلال. طبعا كان مره شتمني على تويتر وقال لك ايه، قال لك دي قناه لا اعرف عنها اي شيء، قناة اليوتيوب كان بيقول لك دي بتاعتي وانا سعيد بيها ومحققة ملايين المشاهدات. وفاكرين الفيديو اللي قال لك فيديو عامل مليون مشاهدة؟ اهي راحت يا فقري، راحت يا فقري. سرقوا القناة يا محمد لكن الاكونت معاه، على رأي خالد طحاوي حلوة. اه والله العظيم، للأسف الشديد يا جماعة سرقت قناة السيد المحترم المستشار مرتضى منصور. نطلب منكم الدعاء له والمواساة، وإن شاء الله ترجع له القناة أو يقول علينا يشتم من أي منصة تانية.